هذه قصة وفاء، قصة في حفظ الوفاء بين العرب وقديمة طبعا. أنا حتى ما بعد قلتها في لا في سناب ولا في جديدة، لكنها قصة قديمة للشاعر راشد الخلاوي الله يرحمه. راشد الخلاوي له رفيق له أمير من أمراء الحساء قديم، أسلم. يروح له كل وقت، يروح له عنده مثل الشرهة، كل شبه سنة كل سنتين يروح له. كبر في السن، قد هو كبير سن شايب، وقام وخذ ولده معه، يبي يدخل ولده مع ذا الأمير. قال ما ذا ولده مشينا وراحوا وصلوا عند الأمير، أكرمهم وجا الليل والله ما أعطاه شيء، أمسى عنده اليوم الأول، جاء اليوم الثاني ما جاء شيء، جاء اليوم الثالث ما جاء شيء. قال ميدا الأمير أنا استاذن، الديار طلبت أهلها يا الأمير. قال تفضل الله يستر عليك. رجعوا في الطريق وهم راجعين، أول ما طلعوا لقوا لهم واحد يمشي وسلم عليهم وقال أنا رايح هنا صوب نجد وصوب الديار هنا. قالوا خلنا نتخاوى أزين، الناس من أول خوف ولا فيها ما مثل ذا الحين الحمد لله. فقالوا مرحبا بك، خواهم. ويوم قدهم بيزينون عشاهم يقوم الولد، ولد راشد الخلاوي، يقوم يغني عنينا وعنيناك يا الهجن، عنينا وعنيناك يا الهجن، واصبري على بارق ما تنثر الماء مخايله. اسمعها العود، هذه قرصة. اي اسمعه العود وكأنه ما سمعه، خذا ويقولون ورد عليه. قال يا ولدي، يقول راشد الخلاوي، رفيقنا ونشح يوم بماله، ذكرناه باللي قد مضى من فعائله. يا سلام يا سلام. اي مشوا. المهم الامير جاه الخبر، من وين ما جاه ما ادري، من وين جاه الخبر ما يدرون. جاء الخبر وقال الراشد الأمير يبيك، رجع له هو ولده معه. يوم جاه قال بيض الله وجهك، وأنا يوم جيتني في اليوم الأول والثاني والثالث أنا متعمدها ما أعطيك، وبشوف ردة فعلك، والرجال اللي جاكم هذا أنا مرسله، هو اللي علمه بالخبر، وذا الحين هذه شرها لك ولولدك إلينا تموت، ومت لولدك بعدك. يا سلام. فهذه من قصص حفظ الوفاء. يا سلام. راشد الخلاوي عاد أسطورة. لا حيلة يوم كذا يستدلون بقصايده في النجوم في وقت. وهذا فيه إشارة جميلة حقيقة، أنه رجحان عقل الكبار. نعم، الحكمة.